تحضيرا لانطلاق موسم الحصاد بولاية أضرار، سخر الديوان الجزائري المهني للحبوب كافة الوسائل من خلال إرسال قافلة تشمل شاحنات وعتاد وتجهيزات للحصاد الفلاحي نظرا لشساعة ومحصول الحبوب الوفير بالمنطقة. الانطلاقة سوف تكون من في كل من ولايتي أضرار وتميمون، وسخرنا لها كل الإمكانيات ما يفوق 130 شاحنة لنقل الحبوب، 12 آلة حاصدة، وضيف إلى مختلف عتاد للشحن وتجميع المحصول. تجهيزات وآليات ضخمة ستكون ضمن ورشة كبيرة لحصاد محصول الحبوب وتسريع وتيرة العملية. وصول عدد كبير من الشاحنات والحاصدات بالمقارنة مع شاسعة المساحة، ما يربو عن 605 مرش محوري. إن شاء الله يكون الموسم ناجح إن شاء الله. طاقم بشري على أهبة الاستعداد للمشاركة في تأطير العملية ونجاحها. جينا لولاية أضرار إن شاء الله باش نقوموا بعملية الحصاد في ولاية أضرار. جينا من كل ولاية ورانا إن شاء الله في كامل الاستعداد باش نقوموا بهذه العملية الحصاد. إمكانيات كبيرة ستجعل الفلاح في أرياحية لضمان حصاد محصوله وتشجيعه للإنتاج أكثر إذا لقي المرافقة الجادة والدعم الكامل للمساهمة في الأمن الغذائي.